تراوة تراوة أما تراوة، قلت حبيبي تراوة. تزيد تزيد، انا جبت لك موس حلاقه من بتوعي، ده مستخدم حوالي 8 مرات بس، عشان موضوع شعر ايدك ده لانه قذر جدا يعني. وممكن كمان تعملي شعر رجلك، ده كتير قوي، ده تزيد وحش قوي. بقول لك ايه، هو ايه ده تزيد، انت بتعملي كده ازاي؟ اصل انت مش تزيد، لا انت يزيد يا بنات. استنى يا بابا، بس جاي تتجسس علينا في المعسكر بتاعنا. استنى يا بنات، في راجل في المعسكر، انا هفتحك. لا 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 لا، اوعى تفتحني. اه طب تمام، انت لهم عشان اقول لهم ان الراجل اللي عايش معاهم طلع راجل زينا وبيحب الحاجه. انت لهم عشان اقول لهم ان انت اللي بتعمل بومبا وتقعد تلغوش عليهم. ثواني بس، انت عرفت الحاجات دي كلها منين؟ هو انت اللي كنت معايا من شويه؟ يا عم انا يا زيد. اوه طب وطي صوتك هتفضحنا. عايز ايه طيب؟ خروج امن يليق بفنان زيي. حاضر يا نجم، اتفضل. اما تراوة ما تلمسنيش يا معفن بايدك دي، اتفضل. الله.